جائحة كورونا أو كوفيد 19 اكتشف في شهر ديسمبر من عام 2019 من خلال بحث ستعلم أنه بدأ بمدينة ووهان بالصين ثم انتقل إلى دول آسيا في العالم، ويعتقد أنه انتقل من الخفافيش والثعابين، ينتقل عبر لمس شخص مصاب أو بالسعال والعطس ورداد الفم فيصيب الحلق ثم الرئة، وتظهر الأعراض بين يومين إلى أسبوعين، وهي الأعراض ارتفاع حرارة الجسم وسعال وعطس وصعوبة في التنفس مع الشعور بتعب والتهاب الحلق. إذا كان جهاز مناعتك جيد والدورة الدموية نشطة فسيقام الفيروس ويتغلب عليه. تأتي العدوى من شخص لديه الفيروس إلى شخص آخر كالعنصر C هذا بعد أن يقابل العنصر A الذي كان مسافرا، ورغم وقوفه أمام جهاز كشف الحرارة إلا أن الأعراض لم تظهر عليه لأنه في بداية حمله للفيروس، والأعراض تأخذ من يومين إلى أسبوعين، لكن تم نقل العدوى لكل من جلس بقربه لفترة وهم العنصر C. الآن العناصر المصابة أصبحت A و C. أخذ الشاب سيارة تاكسي فانتقلت العدوى للسائق بعد لمسه السيارة أو بسبب عطسه أو سعاله أو من رداد فمه. الآن العناصر المصابة أصبحت A, C, and D. وصل إلى بيته فالتقى والده ووالدته وزوجته وأبنائه وأخوه وتم نقل العدوى لهم، فأصبحت العناصر المصابة A, C, D و E. التقى بجيرانه فوقف يتحدث إليهم لفترة كافية لنقل الفيروس، فأصبحت العناصر المصابة A, C, D, E و F. وصل إلى المقهى والتقى أصدقائه تحدث معهم لفترة فانتقل الفيروس إليهم، لأن العناصر المصابة أصبحت A, C, D, E, F و G. كل العناصر الآن عادت لعائلاتها وجيرانها وأصدقائها فتم نقل العدوى لهم، لكن هناك العنصر B لم تنتقل له العدوى، فمن هو؟ العنصر B هو الشخص الذي قرر أن يبقى في الحجر الصحي ببيته فلا يخرج إلا للضرورة. طبعا هناك الكثير في الحجر الصحي، فمن يريد قهوة يصنعها في البيت ويدردش مع أصدقائه عبر الإنترنت، ينشر على مواقع التواصل ما يجول في خاطره، لكنه سعيد لأنه تمكن من حماية عائلته وجيرانه وأصدقائه وزملائه قبل أن يحمي نفسه من الفيروس.